النهاردة طبعاً كان في توافق مصري فرنسي أردني على وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية. النهاردة شارك الرئيس السيسي في القمة الثلاثية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني عبر الفيديو كونفرنس، وده كان لبحث التطورات في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي أيضاً في القطاع والضفة الغربية. الرئيس السيسي دعا خلال الاجتماع لتكثيف جهود المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي وإتاحة الفرصة أمام استعادة الاستقرار والهدوء لبدء جهود دولية على الأرض في أنه يتم تقديم أوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين. دي حلقتنا النهاردة اللي بنبتديها مع حضراتكم بشكل مختلف مع ضيفنا وضيفكم، وبيسعدني أنه يكون قراءة لما يحدث وآخر التطورات والنتائج أيضا التي أفضت إليها زيارة الرئيس السيسي والمشاركة في قمة دعم المرحلة الانتقالية للسودان والقمة الثلاثية وتمويل أيضا اقتصادات إفريقيا. الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي والاستراتيجي ورئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا دكتور عبد المنعم. أنا هبدأ مع حضرتك بقراءة للزيارة منذ البداية بالأمس، وتابعنا طبعا كلمة مصر، وتابعنا القمة الخاصة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان بمشاركة عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، فحبدأ بها فندم ورؤيتك لها. يعني عايز أقول إنها زيارة غير تقليدية خالص، يعني إحنا أي واحد بيتابع الزيارات الرئاسية لرئيس مصر لفترة طويلة بتجد انه رايح لمهمة محددة عادة بتركز على العلاقات الثنائية وعلى يعني تقال الامور ذات الاهتمام المشترك. المرة دي عندنا الحقيقة اربع ابعاد، في بعد العلاقات المصرية الفرنسية، ودي علاقات عميقة من وقت ديجول لغاية النهاردة، شيراك، متران، كل الرؤساء الفرنسويين كانوا دايما على علاقة جيدة مع مصر. في المرحلة الحالية في تطور كيفي في هذه العلاقة، في التسليح، المناورات المشتركة، يعني مواقف طبعا متطابقة، كلمة متطابقة بتبقى صحيحة في معظم الأحوال، المرة دي في سليمة. مواقف متطابقة كثيرة. فعندنا دي، وبعدين عندنا الموضوع السوداني. السودان دولة شقيقة، دولة دايما بنقول علاقات أزلية وإلى آخره، إنما هي أيضا في محنة حقيقية راجع لكثير من الديون. الفترة الإخوانية كانت كارثية بالنسبة لهم، والآن العالم يحاول أن يقدم يده إلى السودان، ونحن يعني ضامنون للسودان ومشاركون في هذه المسألة. ثم القضية الأفريقية المتعلقة بموضوع الديون، ولو نرجع لكل خطب الرئيس في الأمم المتحدة بنجد أن هي بيثير قضية الديون الأفريقية. وبعدين جت القمة اللي هي انه في ثلاثيه تناقش، يعني مناقشه ليست فقط بين مصر وفرنسا وانما تدخلت فيها الاردن بخصوص قضيه ملتهبه ومتفجره ومتصاعده، فبنجد موقف منها ساعي الى التهدئه والى يعني وقف اطلاق النار اساسا.